بالعباس والعين من ملبن تريشلي المنتجة لأربعة وعشرين ألف لتر من الحليب يوميا والموفرة لمناصب عمل مباشرة وغير مباشرة. تفاصيل معها عبد الكريم عاشور وحميد عوادي. ولاية سيدي بالعباس من الولايات الغربية التي تنتشر بها عدد كبير من الملبنات والتي تسعى بإنتاجها المنتظم لمادة الحليب توفير احتياجات الولاية، وهو حال ملبنة ريشلي المنتجة ل 24 ألف لتر من الحليب يوميا. كاباسيتي دو برودكسيون تاعنا هنايا عندنا قادرين نخدموا 3000 إطرة في الساعة، فيما يقول حوالي 24 ألف لتر في اليوم في 24 ساعة. عندنا رغبات السوق من تلمسان بالعباس مغنية بسبدو المشرية كاع الباب تاع الجنوب. رغم العراقيل التي تواجهها الملبنة إلا أن المسيرين والعمال استطاعوا رفع التحدي بتوفير متطلبات السوق المحلية ووفق التقنيات المعمول بها. نقوم بتحليل الحليب، نشوفوا لاسيديتي، نشوفوا لا دونسيتي ولا ماتيير غراس، وكي نكملوا لا ريسبسيون ندخلوه لداخل، نحسبوا كاع الحليب اللي دخل وندخلوه لداخل، نقوموا بعمليه التعقيم. وحنا رانا مع هذا الوزين رانا في مده عامين، زعما ما شاء الله من جهه النظافه من جهه الخدمه هنايا رانا زعما غايه كاع. شو احنا نطلبوا من الدوله تزيد دعمنا وتزيد دعم المواله. هذه الملبنه عينه لمشروع ناجح ابان عن عزيمه المسيرين والعمال في تطوير المشروع وتصدير اهداف مستقبليه لتحقيق الاكتفاء في هذه الماده الحيويه.